تحت سماء شبه غائمة وجو بارد ورياح قوية، أقيم مهرجان الطائرات الورقية السنوي 33 في مدينة بيرك سورمير في شمال فرنسا، تحت رعاية بلدية بيرك سورمير وبحضور سفير دولة الكويت في فرنسا سامي سليمان، حيث اجتمعت مئات الجمعيات والنوادي الرياضية المختصة بهذه الرياضة الجميلة لمدة 10 أيام للعودة إلى الطفولة ومشاهدة أجمل التصميمات الملونة والمختلفة من الطائرات الورقية ما بين كائنات بحرية وورود وشخصيات كرتونية لتحلق فوق المشاركين والزوار، حيث يتحول شاطئ بيرك سورمير إلى مدينة من بلاد الأحلام. لمدة 14 سنة التزم فريق الفارس الكويتي للطائرة الورقية بالقدوم إلى هذا المهرجان، والذي وصفه رئيس النادي عبد الرحمن الفارسي بأهم المهرجانات الأوروبية من نوعه، حيث علق بأن الكويت نجحت في وضع بصمة كبيرة على مدار السنوات الماضية وخلق جو من الفرح والسعادة على جماهير المهرجان. وهذه السنة اختار الفريق الكويتي إطلاق طائرة ورقية على شكل كائن حيواني بحري، وهذا يعكس بيئة الكويت البحرية، وبلونه الأزرق ومساحته التي وصلت إلى 1500 متر، استطاع الفريق الكويتي وبإرشاد الفارسي وتعاون غير مسبوق وطاقة إيجابية لإطلاقه في سماء بيرك سورمير، حيث كانت ردة فعل الجمهور والذي وصل للآلاف إيجابية وقوبل بتصفيق حاد. هي الأمانة أنا دشيت فيها، أنا هديت طيارة كانت صغيرة، مساحتها يمكن ربع متر مربع، صغيرونة مثلثة محركة الحركية، فأنا أول مرة أشوف أن ليش هالطيارة هال يعني تتحرك يمين ويسار، مو الطيارات اللي عارفة اربطها بس بخيط وطيريها. فبس هذه كانت النقطة على اساس ان هي اللي دششتني، خل اقول لين الطيارات. احنا استانسنا بالتطير هنا بالارينا هذه، وبالدرجة الاولى كانت طيارتنا هي توب، وهي اللي سعينا عشانها، والامانة طارت بشكل جيد، استمتعنا فيها، وهذا كان شيء باسم الكويت للأمانة ويفرحنا كلنا. الجميل في الأمر عندما تطأ قدماك في قلب طائرة ورقية كويتية تجد نفسك قد خرجت من الواقع وعدت بالزمن إلى الوراء، إلى أيام الطفولة، حيث ساعدت الرياح في خلق جو حالم داخل هذه الطائرة تجعلك تود ولو أن تطير بك إلى مكانك المفضل. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت في بيرك سورمير، من أمام أحد الطائرات الورقية الكويتية.